مشاهدينا، وللحديث أكثر عن التجاوزات المستمرة ضد الأراضي الزراعية وأراضي الدولة ونفوذ الميليشيات، معنا من إسطنبول الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق الشيخ أحمد الغانم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم والمشاهدين في خير. وأنتم بألف خير. كيف تقرؤون هذا الاستهداف المباشر والتجريف لأراضي كربلاء وكذلك العديد من الأراضي في محافظات العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يعلم أن العراق الآن يمر في مرحلة الحقيقة من التغيير الديموغرافي في كل شيء. نعم. عندما نتحدث عن التغيير الديموغرافي في المحافظات الغربية والشمالية وتجريف البساتين في هذه المحافظات، هو مشروع حقيقة ممنهج ومدبر لغرض إنهاء العراق من الناحية الزراعية. نعم. فالاستيلاء على الأراضي الزراعية من قبل الفاسدين والمتنفذين والميليشيات التي تسيطر على كل شيء في العراق، فالآن وصل الحال إلى تجريف الأراضي الزراعية في كربلاء من بعد ما جرفت أغلب الأراضي الزراعية في محافظة ديالى والمحافظة صلاح الدين والمحافظات الأخرى. نعم. الآن الدور جاء على كربلاء، فالآن الحقيقة ما تمر به كربلاء هي مؤامرة كبيرة لغرض إنهاء الزراعة في هذه المحافظات وجعل الفلاح أن يغادر هذه الأراضي الزراعية بعد تحويلها إلى أراضي سكنية. فالمنفذين لهذا المشروع الحقيقة الذي يسعى إلى تدمير العراق زراعيا هم الميليشيات المرتبطين بإيران، الذين سعوا إلى إنهاء كل شيء في العراق، الآن يسعون إلى إنهاء الزراعة في هذه المحافظات التي تعتمد كليا على الزراعة، محافظات الفرات الأوسط ومحافظات الجنوب وكل الأراضي، ليست كربلاء فقط وإنما كل الأراضي في هذه المدن تتعرض إلى تجريف البساتين. نعم. وتجريف الأراضي الزراعية وتوزيعها على 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 طيب. على قطع سكنية لغرض إنهاء الزراعة في هذه المدن طيب. الجنوبية. ولكن السؤال هنا شيخ أحمد، يعني كيف للحكومة أن تسمح بهذه التعديات بشكل مباشر وتحويل الأراضي الزراعية لأحياء سكنية عشوائية؟ يعني ألا ترى أن هذه التجاوزات ستزيد من التعديات أو المناطق العشوائية في العراق وتتدهور الخدمات من عدم وجود طرق، من عدم وجود يعني شبكات صرف صحي؟ يعني هم يساهمون بصناعة العشوائيات اليوم. الكل يعلم أخي العزيز أن الميليشيات هي الآن من تحكم وصاحبة القرار في العراق. نعم. الحكومة ليس ما هي إلا أداة فيها بيد هذه الميليشيات. لا تستطيع الحكومة، بل بالعكس الحكومة الآن هي من تساعد هذه الميليشيات على شراء الأراضي الزراعية وتجريفها وبيعها على شكل قطع سكنية. نعم. الكل يعلم الآن أخي العزيز الحكومة لا تستطيع أن تمنع هذه الميليشيات، ولهذا المشروع الذي يستهدف العراق هو إنهاء الزراعة في العراق، ولا تستطيع، بل بالعكس الحكومة تساعد على تحويل هذه الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية، تساعد على وتجعل من هذه الأراضي الزراعية أن تكون سكن عشوائي، بحيث أنه تجعل من المواطن أن يلاقي الصعوبات في تدبير أموره الحياتية، وذلك لا تستطيع الحكومة من توفير الخدمات، لا تستطيع الحكومة من توفير ما يحتاجه المواطن، ولهذا تذهب كل الأموال التي ستستطيع الميليشيات أن تجمعها من خلال بيع الأراضي الزراعية على شكل أراضي سكنية إلى المصارف في إيران، وتستفاد من عدها إيران، وذلك لأن المشروع التغيير الديموغرافي في العراق مرتبط بالمشروع. نعم. الإيراني. وهذا ما تؤكده شيخ أحمد، يعني هذا ما تؤكده يعني قائم مقامية كربلاء، تقول أنه فاسدين ومتنفذين يجرفون البساتين في المحافظة ويرسلون الأموال كما ذكرت إلى المصارف الإيرانية، بالتالي ليست مصادفة كل ما يجري في كربلاء. لا لا أخي، هذه عملية ممنهجة. التغيير الديموغرافي في العراق ما يشمل بس أنه تحويل الأراضي إلى زراعية، بكل شيء، وهذه العملية هي ممنهجة ومدبرة وذات توجه، أولا توجه طائفي وهو إنهاء الزراعة في المحافظات. نعم. الشمالية والغربية، وكذلك تدميري لإنهاء الزراعة في مناطق الفرات الأوسط والجنوب. المستهدف هو المواطن العراقي، المستهدف هو الفلاح، المستهدف الذي يريدون
أن يقضون على كل شيء. نعم. الميليشيات الآن مرتبطة بمشروع، مشروع تدمير العراق. نعم. والتوجه ويجعلون من المواطن العراقي أن يستورد حتى أبسط شيء يخص الزراعة من إيران أو من مدن أخرى. نعم. كما تعلم، كما هو معروف أن العراق كان بلد النخيل وبلد التمور في محافظة البصرة، يعني قضى على غالبية التمور وأنواعها. مديرية زراعة كربلاء على الجانب الآخر توثق فقدان العراق 1,000,000 نخلة بسبب تجريف البساتين. تأثير هذا الموضوع على السكان وخصوصا الفلاحين؟ الحقيقة احنا حنكون يعني نعالج القضية شلون بدأت. أول شيء الفلاح الآن يعاني أولا من المياه. نعم. الآن المياه المالحة جرفت كل الأراضي الزراعية في العراق. نعم. وبدون أي يعني عمل من الحكومة أو من وزارة الزراعة أو من وزارة الري أو من وزارات المختصة بتوفير الماء للأراضي الزراعية. هذه نقطة. بدأت بعدين من بعد ما فقدت الأراضي الزراعية الماء أو النخيل، فقامت الميليشيات بتجريف بساتين النخيل. نعم. فقد العراق ما يقارب يعني 60-70% من النخيل في الأراضي الزراعية. نعم. الآن تحولت كل الأراضي الزراعية من البصرة إلى بغداد إلى باقي المحافظات إلى مناطق سكنية عشوائية. الآن الزراعة تعاني من المياه، تعاني من تجريف الأراضي الزراعية، تعاني من أبسط حقوق الفلاح الذي يحتاجه، مما اضطر الفلاح إلى مغادرة الأراضي الزراعية. نعم. مغادرة الزراعة يريدون من العراق ومن المواطن العراقي أن يحتاج إلى أبسط شيء يخص الزراعة، مثل ما فقد العراق الصناعة وفقد العراق كل شيء يخص مصلحة المواطن العراقي. طيب شيخ أحمد، يعني مشروع لغرض تدمير العراق وتدمير. نعم. الشعب العراقي. هل يمكن أن يكون للقضاء دور مما يجري في ظل هذه العمليات المشبوهة، سواء بالاستيلاء على الأراضي أو شرائها ثم بيعها؟ يعني هناك عمليات غسيل منظمة للأموال كما يبدو، يعني هل ممكن أن يتخذ القرار أي خطوة القضاء؟ أخي الكل يعلم القضاء مسيس، القضاء يعمل لصالح الميليشيات التي تنفذ المشروع داخل العراق. القضاء لا يستطيع أن يمنع الميليشيات من شراء الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضي سكنية. نعم. القضاء لا يستطيع أن يمنع هذه الميليشيات من تحويل الأموال إلى خارج العراق. نعم. القضاء لا عنده قرار بمنع رؤساء الأحزاب والمتنفذين والفاسدين، وهذا الموضوع من منعهم من الإجراءات التي تسعى إلى تدمير الزراعة وتدمير الصناعة في العراق. في أي قضية إحنا شفنا إنه القضاء أخذ قرار. هذه الأموال المسروقة اللي نشوف الفاسدين والسارقين، القضاء لم يتطرق ولم يعمل بشكل صحيح. إذن القضاء لا يستطيع أن يعمل أو أن يمنع هؤلاء من استخدام هذا التدمير المنهج للأراضي الزراعية. نعم. في العراق أو في المناطق الشمالية أو الجنوبية. الآن المعرض إلى هذه العملية هو كل العراق من شماله إلى جنوبه، لغرض إفقار العراق، لغرض تدمير الزراعة في العراق، لغرض تدمير أي شيء حي في العراق. ولهذا أنا أقول أنه القضاء لا يمكن أن يأخذ قراره ولا يمكن أن يمنع هذه الميليشيات. نعم. من استخدام هذا الأسلوب الحقيقي المدمر للعراق والشعب. شكرا لكم الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق أحمد الغالب، كنت معنا من إسطنبول. شكرا جزيلا لوجودكم معنا.